الورد. مرحبا بكم مشاهدين فبراير من جديد. في غياب السلطه وغياب ليداك نزلاء الخيريه ديال البرنوصي هما اللي كيقدروا انهم يحلوا الاقوات سنا في البرنوصي. في غياب ليداك السلطه غايبه من الناس غارقه من 4 الصباح وما كاينينش. ليداك حتى هي ما كايناش. اللي كدوي معاك يقولك انه القوات تفرقعوا ما عندنا من نديروا. الدراري ديال الخيريه اللي مخوده لهم نظره خايبه هما كيقدروا انهم يحلوا دابا القوادس ويسرحوا الطريق. شوفوا مشاهدين فبراير الكرام كان على القادوس هما كاينين علالات هنا خلاوها. شافي شافي صورني جزء هلا القادوس هو كيبان في منطقة البرنوصي. لا تصدق افك واخيرا واخيرا برافو الدراري ديال الخيريه برافو النزلاء الخيريه هما قدروا هذا هو القادوس الخامس اللي قدروا انهم يحلوه في منطقه البرنوصي. احنا مشاهدينا الكرام غنتنقلوا معكم القادوس رقم 5. الناس ديال ما فهمتش انا الناس غارقه من الصباح وغياب الناس ديال السلطه ولا موتور ديال عون السلطه ما كاينش في البرنوصي ما فهمتش انا. الساكنه والدراري ديال الخيريه مشكورين اللي قدروا انهم يحلوا القوادس في البرنوصي وينقذوا الناس. لولا كنا ما كانش تدخل ديال النزلاء ديال الخيريه لكانت غتكون كارثه عظمى في منطقة البرنوصي. أنا كنحاول نمشي مع الدراري القوات اللي كاينين. يعني كنحاول نمشي مع الدراري دابا انهم كيحاولوا دابا في هذه الاثناء انهم يقلبوا على قادوس اخر باش ينفسوا الطرقان ديال منطقه البرنوصي. يعني هما دابا لقاو قادوس اخر باش يقدروا انهم ينفسوا المنطقه ديال البرنوصي. هو
هذاك غيكون ديال اتصالات المغرب، غيكون هذاك ديال اتصالات حيت قريب الريزو. الدراري ديال الخيري كيحاولوا في هذه الاثناء انهم يقلبوا على قادوس اخر باش يحاولوا ينفسوا هذا الطريق السيار الرابطه ما بين الحي البرنوصي وعين حروده. كاين واحد حدا هذاك الكاميون البيض. شوف حدا الكاميون البيض هو فين كاين. كاين واحد حدا الكاميون البيض. مازالين الان كيقلبوا على قادوس اخر. اسمح لي هو الان لقاو قادوس اخر. هما لقاو قادوس اخر دابايا. كيحاولوا دابا الان الناس تحاصرات في المنطقه بينا حنايا ديال فبراير. حنا راه محاصرين في هذه المنطقه لانه ما كاينش كيفاش تخرج من هذه المنطقه. هما عاوتاني انهم قدروا يحلوا قادوس اخر. قدروا انهم يحلوا قادوس اخر تبارك الله عليهم. غيديك استاذ سير من اللور. تضرب لا هذا قدوا انهم يحلوا قادوس اخر. ايضا كنشكرهم على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها. ظل الغياب الناس ديال السلطه يعني انا دابا هاد تقريبا هاد الشارع فيه شي 3 شي جو بونس 3 كيلومتر ولا 4 ما لقيت ولا سياره ديال اللي داك ولا سياره ديال الناس ديال السلطه. من الصباح وانا كندور ما كاين حتى شي سياره. للاسف المناطق اخرى كان مناطق اخرى كان الناس ديال السلطه كانوا سباقين للحدث وكانوا هما كانوا كيحركوا حركه السير. ولكن المنطقه ديال البرنوصي كنقولوا كنعاود المنطقه ديال البرنوصي غياب ديال الناس ديال الامن يعني بكل صراحه الناس ديال الامن غير متواجدين في المنطقه ديال البرنوصي. احنا مشاهدين كرام كنحاولوا اننا نقربوكم. ايضا نشوفوا البنيه التحتيه ديال منطقه البرنوصي كيفاش ولات بعد تساقطات مطريه اللي ما كنقولهاش انه تساقطات خايبه. صبات الشتاء بشكل عادي. شو البنيه التحتيه كيفاش رجعات مع العلم انه هذا ما هذا تزفت غير مؤخرا يعني ما كاملاش ما بزاوش. السياره ديال الامبولانس ايضا تحاصرات. هيا الان كيحاولوا انه يخرجوها من ازدحام مروري. شو البنية التحتية ديال منطقة البرنوص.